كمطور الاغنيه الشعبيه الفنان عباس حموده. النهارده كل الناس بيقول لك كل سنه وانتم طيبين وكل سنه طيب وعيد ميلادك. والله هي جوجل كاتباها غلط، لكن انا في شهر 2 جوجل كاتبه كل ده غلط. انا في شهر 2 عيد ميلادي، انا في شهر 2. انت صحيت الصبح لقيت نفسك ترند والناس كلها بتقول لك كل سنه وانت طيب، وهم طيبين بس كويس ان هم فاكريني، بس لا انا عيد ميلادي في شهر 2. شهر 2 عيد ميلادي 21/2. 21/2. طب والناس اللي بتقول لك كل سنه طيب ويحتفل وهم طيبين، ويا رب يخليهم يا رب ويبارك فيهم، وهم انا سعداء بيهم والله ان هم فاكريني. وكويس فاكرينك بحاجه حلوه. شهر 2 ان شاء الله. كويس فاكرينك حاجه، انت على بالهم على طول يعني، وبيهتموا بيك. يعني انا معاهم وفي قلبهم، وكويس ان هم فاكريني، وربنا يخليهم ليا وما يحرمنيش منهم يا رب. وبقى كده كويس، ما بيطلعوش عليك اشاعات حاجه وحشه يعني. اشاعات ايه بقى؟ ما هو هيطلعوا عليا ماء ميت، وهيطلعوا عليا مش عارف ايه، مش عارف كده. الحمد لله تمام وكده زي الفل. نقول لك كل سنه طيب مره ثانيه ونيجي نحتفل معاك ثاني. ما انت بقى ان شاء الله اللي عايز بقى يحتفل بعيد ميلادي في شهر 2 ونصلح على جوجل دي بقى، نصلحها. لا جوجل ايه ده، كاتبه غلط. كاتبين يوم 5 يناير. يناير ايه؟ غلط. جوجل كاتبه غلط. جوجل كاتبه غلط. كل سنه وانت طيب، ويا رب 2021 تبقى احسن من 2020. يا رب يخليك ان شاء الله. بقى سنه 20 دي مشيت. كانت صعبه عليك؟ كانت صعبه طبعا، كانت صعبه على الدنيا كلها. وان شاء الله 21 هتبقى جميله وهتبقى حلوه وهتبقى زي الفل. وان شاء الله ربنا هيزيح الكرب ده بعيد عننا، ويا رب يوفقنا يا رب. ربنا يكرمك يا عم عباس ويديك الصحه وطوله العمر. ربنا يخليك يا عم عادل، واشكرك على تعبك معايا واليوم السابع والناس اللي بتشوفك على اليوم السابع. اليوم السابع اخواته وحبايبي اللي موجودين وكل جمهور اليوم السابع اللي بيشوفك دلوقتي، كل جمهور اليوم السابع انا تحت امره، اخواته وحبايبي حبيبي. ربنا يخليهم يا رب. ولسه مش عارف نفسك؟ انا مش عارفني، انا لسه بقى، انا وانا تهت مني، انا مش انا لسه برضه جوجل. انا مش انا. ايوه لا دي ملامح ولا شكل، شكلي وكتبوني غلط انا. كل سنه وانت طيب يا عم عباس. وانت طيب يا حبيبي. شكرا لك.